السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن رياض محرز ورياض ابناء الجزائر في النادي الاهلي السعودي. وطبعا كانت قصة غريبة جدا 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 اللي حصل، انه طبعا رياض محرز راح الاهلي السعودي، وكان في صديقه رياض ابن الجزائر كان هناك متواجد، انضم للاهلي السعودي من الموسم اللي فات وحقق معهم بطولات كبيرة جدا، وكان سبب في تأهل الاهلي السعودي. والنهاردة بيفكر ادارة الاهلي السعودي ان هي تتخلى عنه علشان تجيب لعيبة جديدة وتتعاقد مع لعيبة جديدة. والناس بتقول لهم، الجمهور بيقول لهم، هو انتوا بس بتجروا ورا الاسامي ومش بتجروا ورا الكفاءات في الملعب؟ لان رياض يعني كفاءة. وكمان رياض محرز حط منشور على الستوري الخاص بيه وقال ان هو بينتظر ان هو يلعب في المباريات القادمة او الموسم القادم ده. الموسم القادم ده بيتمنى ان هو يلعب مع ابن الجزائر وصديقه رياض، ان هو يلعب في الموسم القادم ويحققوا عديد من البطولات. وكانت رسالة واضحة جدا للإدارة ان هو يتمنى ان يكون زميله معاه. وجي الخبر من دقائق معدودة يعني، او من ساعات قليلة، انه احتمال ان هما يتخلوا عن او يعني يمشي رياض من الاهلي السعودي علشان يجيبوا مكانه لعيبة جديدة، في حال ان الجمهور السعودي بيرفع شعار يعني ان هو لا المساس برياض، هم عايزينه يفضل موجود في الاهلي السعودي. وسط حالة غضب كبيرة جدا 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 من كل جمهور ومحبيه ان هو حقق معاهم يعني بطولات، وكان سبب في ان هو يأهلهم، وهم بيتخلوا عنه علشان خاطر يجيبوا لعيبة جديدة مش اكتر ولا اقل، مش عشان هو مش كفاءة في النادي بتاعه. يلوموا عليه ان هو ليه راح نادي الاهلي السعودي، هم بيقدروش الكفاءات. ولكن اخرين برضو ردوا عليهم في السوشيال ميديا وقالوا ان هو وقت ما راح الاهلي السعودي كان النادي بتاعه اصلا واقع. نتمنى له كل التوفيق والسعادة يا رب، وكل محبيه ومدعميه دايما واقفين وراه. مش حضراتكم على الف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، ونتمنى له ونتمنى لحضراتكم جميعا التوفيق والسعادة. سلام.